إذا حلف زوج على زوجته ونسي، هل هو قد حلف بالله أو بالطلاق؟ فماذا يفعل؟ لو نسي الإنسان ما حلف به إن كان الحلف بالله أو الطلاق فالنسيان لا أثر له ما دام لا يتيقن المحلوف به. وإن كنت أرى من أجل اطمئنان أن نأخذ بالأحوط فيقع حلفه يمين طلاق، وعليه أن يتخذ الإجراءات الشرعية لترتب آثار الطلاق، وذلك إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني. أما إن كان هو الطلاق الثالث وله آثاره الشديدة عليه وعلى المرأة وعلى الأولاد، فأرى أن الشك في الطلاق لا يرفع اليقين وهو عقد الزواج، والله أعلم.